التليفون اللي معاك دلوقتي اي ما كانت ماركته، لو انت خدته ورحت بيه التوكيل بتاعه وقلت لهم لو سمحتوا افحصوه لي ونزلوا لي احدث البرامج عليه وعملوا لي ابديتنج ليه وخلوه في احسن حاله، هتاخدوا منهم اداؤه شكله ايه؟ جيد جدا. لان ده التوكيل بتاعه. احنا توكيل البني ادمين، احنا المعالجين النفسيين اللي عارفين كل الناس بتتكون من ايه وازاي تقدر تعيش احسن وامتى تقدر تحقق اللي انت عايزه وازاي تقدر توصل للي انت عايزه. احنا بنديك السكيدول بتاعك، بنديك المانوال اللي تتعامل بيه، احنا بنعرفك انت بتتكون من ايه. فبدل ما انت عايش بتفكر في 100,000 حاجه ما تعملش منهم ولا حاجه، بدل ما انت من كتر التفكير بقت ماشي على دماغك، بدل ما انت ماشي على رجليك، بدل ما انت دايما متضايق محبط قلقان متوتر، احنا بنخليك عايش شخص مرهون. ده كده انا محتاج جدا، وانت بتقول الكلام ده انا محتاج جدا. حاسس انك بتتكلم على الولاد. انا عندي اعتراض كبير على اللي انت قلته دلوقتي، ان احنا ما عندناش مرضى. كلمه مرض تم نزعها من المصطلحات الطبيه النفسيه عالميا، بمعنى ان ديسيز ما بقاش موجود خلاص، بقى موجود حاجه اسمها ديس اوردر. يعني ايه ديس اوردر؟ يعني اضطراب. اضطراب ان كل الناس اصحاب مشاكل نفسيه بشكل او باخر. كل الناس المشاكل النفسيه دي انت عرضه ليها على مدار اليوم كله، تتفاوت من شخص لاخر، من شخص الى اخر، ومن بيئه الى اخرى، ومن مجتمع الى اخر، ومن ظروف الى اخرى. المشاكل النفسيه دي ان لم تحل بتتفاقم، عامله زي كره التلج بتجري وتكبر، ساعتها بتبقى اضطرابات. اوكي. لذلك في ناس كتير تجي لك العياده تقول لك انا ناجح في شغلي بس انا عايز ابقى احسن، اعمل لي ابديتنج ليا، انا عايز ابقى افضل. في حد بيجي لك يقول لك انا عايز اعمل تايم مانجمنت، انا بوصل متاخر، زي ما انا جيت لكم متاخر كده النهارده. ده حد يقول لك انا عايز اعمل ماني مانجمنت، انا بصرف كتير، انا ما بحبش اصرف خالص. انت بتخش التوكيل وتقول اللي في نفسك، واحنا بنخليك زي ما انت عايز او زي ما المفروض تكون. تمام. يعني انا برضو مش قادره افهمها. ده معناه انه مش لازم اروح لو انا يعني عندي مشكله نفسيه مخلياني زي اللي كنا بنسمع عنه زمان، فكره الاكتئاب، الاعراض القلق المستمر. لا، ده الموضوع مش كده خالص. ده الموضوع انا ممكن ابقى كويسه بس انا عايز اكون احسن، صح زي ما انا فهمت كده؟ بص كلامك صح، بس خليني اضيف لك حاجه، ان مفيش حد طول الوقت بيبقى كويس. كل الناس اندر ستريس، يعني مش فوريفر ولكن من وقت لاخر. يعني كل الناس بتقع تحت ضغط باعتبار ان احنا بنعدي طول الاوقات في اوقات فيها مشاكل. يعني فيها صعوبات، ولكن كتير جدا من الناس بتطلع على الشاشات وتقول الشعب المصري عنده اكتئاب او المصريين مصابين بالاكتئاب. ده مش حقيقي. مش حقيقي. في ناس بقال سبب الاكتئاب، لكن عند المصريين حاجه اسمها الديسفوريا اللي هو الاعتلال المزاجي، ما عندهمش ديبريشن. الديبريشن ده عيان بيبقى هو ديبريست، مش قادر يخرج، مش عايز يتحرك، مهما عملت له من حاجات ما بيحسش بيها. لكن المعتل مزاجيا ده متضايق عشان بيقعد في المواصلات كتير، متضايق عشان بيسوق وقت طويل، عشان بيقف في الطوابير وقت طويل. بالظبط. وانا